Bentornati, un nuova puntata di Italian Prof. Oggi impariamo a fare una cosa molto importante, come possiamo ringraziare in italiano. Zei onnen narf narda diri grazie, zei ashkur be vari modi, e come posso rispondere anche al grazie. Quindi facciamo insieme una cosa assai importante, di sapere come ringraziare la persona e come rispondere se qualcuno mi ringrazia. La prima cosa è la parola grazie, 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 è normale. Posso dire grazie mille, sì, grazie mille o grazie tante, grazie mille, yani shukran awi, o grazie tante, è bardu shukran awi. ممكن اقول grazie di cuore, grazie di cuore يعني شكرا من القلب او شكرا قوي 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 قوي. لما اقول لحد grazie di cuore, ممكن اقول grazie per l'aiuto, grazie per l'aiuto او grazie dell'aiuto. Posso fare anche questo, يعني شكرا للمساعدة او شكرا للمساعدة, هي grazie dell'aiuto او grazie dell'aiuto, grazie per l'aiuto e grazie dell'aiuto. ممكن اقول ti ringrazio, bashkurak, ti ringrazio, verbo ringraziare, ti ringrazio. طيب ممكن اقول ti sono riconoscente, ti sono riconoscente, يعني انا معترف بالحاجه اللي انت عملتها لي, بالجميل اللي انت عملتها لي, يعني زي ti sono riconoscente. يعني ممكن اقول لحد non so come ringraziarti, non so come ringraziarti, مش عارف ازاي اشكرك. non so come ringraziarti, انا مش عارف ازاي اشكرك. دي برضو طريقه لذيذه ممكن اقولها لحد. طب كده عرفنا ازاي اقدر اشكر بفاري مودي, وازاي دلوقتي اقدر اجاوب على الشكرانيه دي. يعني انا عمال اشكر فين, هسيبه اكمل ولا هعمل ايه؟ اول حاجه انا ممكن اقول العادي خالص اللي هو بريجو, بريجو. خلي بالكو بريجو, لا هي بريجو. كان في ايطاليا اول ما حد اقول له جراتسي بريجو, انت مصري على طول بعرفه من البي والبي بتاعته, اسمها بريجو, بريجو, بريجو. ممكن لما حد يقول لي جراتسي اقول له دي نولا او دي نينته, نولا دي نولا oppure دي نينته, un modo per dire non ho fatto niente, di nada. او ممكن اقول e di che, e di che, على ايه يعني. فدي نولا او دي نينتي معناها مش على حاجه, ما عملتش حاجه. دي كي على ايه؟ اوكي؟ او ممكن اقول استاتون بياتشيري, ده كان شرف ليا او كانت حاجه حلوه ليا اللي انا ساعدك, يعني استاتون بياتشيري. بوسو ديري انكي فيجوراتي, فيجوراتي, فيجوراتي يعني شبه, على ايه بس, دي حاجه بسيطه جدا يعني زي ما بنقولها بالمصري, يعني زي دي نولا او نون شي بيزوني دي رينجراتيارمي, حاجه كده يعني تبقى شبه كده. فيجورتي يعني ولا حاجه. طب لو عايز اتكلم على حد حضرتك, يعني واحد المدير بتاعي قال لي شكرا على المدير, اقول له فيجورتي, لا فيجورتي دي انفورمال, انفورمال. طب كولا فورمال كوال ايه؟ سي فيجوري, سي فيجوري, سي فيجوري برضو على ايه. طيب لما حد يقول لك جراتسي, يعني يقول لك ده يعني زي ما تقول ايه, ده واجب عليا يعني, او مين كان هيساعدك, تشي مانكريب, تشي مانكريب, تشي مانكريب يعني ناقص كمان تشكرني, يعني انت بتقول ايه تشي مانكريب, يعني استاتون بياتشيري. لما اقول لحد استاتون بياتشيري زي تشي مانكريب. دي طرق بسيطه عشان اقدر اقول لحد العفو, العفو على اللي انت بتعمله, العفو على اللي انت بتعمله معايا. دي في طبعا حاجات كتير, بس دي الحاجات الاساسيه. زي ممكن واحد يقول لك نون او فاتو نينتا, انا ما عملش حاجه, نون او فاتو نينتا, دي حاجه بسيطه. ممكن اقول لحد بيركوزي بوكو, يعني ميرينجراتسي بيركوزي بوكو, يعني بتشكرني على حاجه بسيطه زي كده يعني. دي برده ممكن تبقى طريقه لذيذه ان انا اقدر اقول لحد العفو. مي راكوماندو, ما تنسوش انكم تشيروا الفيديو عشان الناس كلها تستفاد, ولو ما فعلش الجرس فعل الجرس, لو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه, خش عندنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام, ومؤخرا حطينا كام فيديو على التيك توك, بس نفس الفيديوهات بس بطريقه مختلفه. اريفيدرتشي.